هنا غروزني، وهنا يعاد تعريف أهل السنة والجماعة. يفعلها مؤتمر وصف بالإسلامي دعت إليه مؤسسة طابة التي يرأسها الداعية الصوفي الحبيب الجفري، وترعاه سلطة خاضعة لموسكو. في عاصمة الشيشان يتسع المكان لما شئت من ممثلين لمؤسسات دينية رسمية ولشيوخ صوفية ومتوريدية وأشاعرة، فأتباع تلك الفرق هم وحدهم أهل السنة والجماعة. فماذا عن أهل الحديث والسلفية والوهابية؟ إنها خارج التصنيف. تسمعون بعد هذه الليلة كلاما، السفير الأمريكي موجود ورحب وجاء، هذا تحالف الصوفية مع الأمريكان، وتقرير راند سنة 2007 قد تحدث عن أن الولايات المتحدة ستدعم التوجهات الصوفية حتى توجد نوع من الشراكة مع ما تسميه الإسلام المعتدل. أي هذا موجود في تقرير راند؟ أي هذا موجود في تقرير راند؟ تعتبر مؤسسة راند الأمريكية من أكبر المراكز الفكرية في العالم، وتقوم بجمع المعلومات وتحليلها وإعداد الأبحاث بشأن قضايا الأمن القومي الأمريكي. والمؤسسة تأثير كبير على دوائر صنع القرار في أمريكا، وتعد شيرا البينارد عالمة الاجتماع اليهودية من كبار المحللين في مؤسسة راند. كانت شيرل قد ألفت كتابها المثير للجدل الإسلام الديمقراطي المدني في شكل تقرير صادر عن مؤسسة راند في عام 2003، وفي عام 2007 صدر تقرير آخر بعنوان بناء شبكات مسلمة معتدلة لمحاولة وضع إسلام جديد بتفاصيل أمريكية، إسلام ليبرالي. يحاول التقرير وضع استراتيجية لتبديل الدين الإسلامي وتغيير أحكام الشريعة، حيث جاء في هذا الصدد إن تحويل ديانة عالم بأكمله ليس بالأمر السهل، فإذا كانت عملية بناء أمة مهمة خطيرة، فإن بناء الدين مسألة أكثر خطورة وتعقيدا. تتلخص فكرة التقرير حول ضرورة تشجيع العناصر الأكثر ملائمة للتعايش مع الغرب. وقد قسم التقرير أطياف المجتمع الإسلامي إلى 4 كيانات: متشددين أو أصوليين، وتقليديين، وحداثيين، وعلمانيين. وطلب بدعم فئة التقليديين كالشيعة والصوفية لمواجهة الأصوليين، فنصح بمواجهة الأصوليين بطرق عديدة، منها تحدي تفسيرهم للإسلام. هذا الاستتباع، هذا التقديس أيها الإخوة للأسلاف، وكأنهم أتوا بالقول الفصل مرة وإلى الأبد، ونحن نعتصم بهذا القول إلى يوم القيامة. وثنية. الخطأ الذي وقع فيه عالم جليل نجل علمه، لكن لا نعتقد العصمة في أحد، وهو تقسيم التوحيد، توحيد الربوبية، توحيدها ألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذه بدعة في العقيدة نفسها. والتركيز على أخطائهم هم هكذا، لكن هذا استخدام لآية وتأويلها تأويلا سيئا وفاسدا للوصول إلى المغزى السياسي العسكري الذي كان يداعب أخيلته، وإثبات عدم قدرتهم على الحكم. رأيناهم أصحاب هوى يقفون عند النصوص يتبعون خيالهم ولا يدركون الواقع، رأيناهم يجهلون اللغة العربية. يقع التقرير في 217 صفحة، ويطرح أفكارا جديدة للتعامل مع المسلمين وتغيير معتقداتهم تحت دعاوى الاعتدال بالمفهوم الأمريكي، ويحدد بدقة مدهشة صفات هؤلاء المعتدلين، ويطرح مقياسا أمريكيا في 10 نقاط ليحدد مقتضاها كل شخص هل هو معتدل أم متطرف. ومن أسئلة المقياس الأمريكي: هل تؤيد الديمقراطية بمعناها الواسع وحقوق الإنسان المتفق عليها دوليا وحرية تبديل الدين؟ هل تؤمن بتطبيق الشريعة في التشريعات الجنائية أو المدنية؟ ما رأيك في القوانين المدنية ضمن نظام تشريعي علماني؟ هل تؤمن بحصول الأقليات الدينية على حقوق كحقوق المسلمين تماما، وإمكانية تولي أفراد الأقليات الدينية مناصب سياسية عليا في دولة مسلمة؟ قبل شهرين أخي حبيب علي الجفري كنت على في وفد من صوفية السودان وآخرين، جلسنا مع الإدارة الأمريكية، بيت الأبيض الصف الأول، الكونغرس الصف الأول، الأمن القومي الصف الأول، الخارجية الأمريكية الصف الأول، ومراكز بحثية وكنائس في ورشة عنوانها مرتكزات التطرف الفكرية، ووضعنا على مائدة النقاش ما نعرف. هذه الورشة خرجت بأن التصوف هو الإسلام المعتدل.
يملأ بطنا وكرشا سمين. Thank you very much. Thank you especially Sheikh Ali Al-Jafri. Thank you to the Sufi leaders and scholars who are here tonight. أخي يا أخي من هو العالم أذاك الذي في الدجى نائم أذاك الذي للهدى سالم وعند الطغاة يرى الجاثم أذاك الذي للعدى سالم وفي حرب أهل التقى قائم ويخفي بثوب التقاة الهدى حقيقة كلب الطغاة العتا ويفتي ليلبس كفرا بدين ويخلط حقا بظلم مهين يضلل خلقا ويهدي مدين ويملأ بطنا وكرشا سمين فتبا وسحقا لكل خؤون يبيع الجنان بما هو دون.